ليه زعلان؟ فهمتك اخي. هذا تليفون بخط وما بصير نرفع السماعه ليرن الجرس. قلت لي اياها قبل هلا. لك انا اهلين وسهلين لطني. اخي انا ماشي. صارت الدنيا الظهر. علي الطرباء ما بتمشي. يا اخي قلت لي ما بيطول، ايش رح يطول؟ ما رح يطول، شنو هو قال لي بغيب ثلاث اربع ساعات وبيجي. صار لي منقوع عندك هون ثلاث ساعات ونص. انت عيني باقي نص، الا ما يجي ما بيطول. لا حول ولا قوة الا بالله على ها؟ رن. هلا بنرفع السماعة وبنقول الو مكتب تحسين العقارات، مين اللي عم يحكي معي؟ اهلين تحسين، في شخص عندي صار له حصة عم بيستناك. اسمه لحظة مرو ام بركات. مروان بركات. ايوه موصولة يعني. شو ما بتعرف تقرا انت؟ بلا بلا مرو ام بركات موصولة. مروان لك. بركات هي لحنا لك ياها. مروان بركات فهمناها يا اخي. مروان بركات. اي نعم. تريد تحكي معه ولا سكر انت بتحكي بعدين؟ بدك يا رأسا يا لعيني. بده يحكي معك تحسين، شايف انه بحبك، شنو عاتب بدي سكر وانا بطلبه. وانا بحبه كمان. الو يعطيك العافية يا معلم تحسين، انت وعدتني الساعة 9 الصبح. يا اخي صار الساعة 12 ونص وانا بعدي منقوع هون. انا لولا ما انا مضرور ما بستنى ولا خمس دقايق. انتظرك؟ انت عشية بالبيت. طيب حاضر. انو ساعة؟ بين الصلاتين. هو مواعيده دائما مساء بين الصلاتين. ايه على عيني. بس الله يرضى عليك لا تتأخر علي. تحكي مع ايه على عيني. تفضل. بدي احكي معي الي رأسه؟ ايه لك تفضل. الو. لا ما جا غيره، هذا هو اللي قلت لك عنه. مرو ام بركات. يا اخي مروان بركات. ايه موصولة مروان بركات. بعدين اجى واحد تاني كمان قال بده يستأجر اوضة، قمت قلعته. اخي خاطرك. لحظة، منين عم تحكي؟ من عند البيت؟ خاطرك اخي. لحظة، تحسين؟ يا ريت تعرفني عليه لهذا البيك، شنو انا بحب البيوكي. ايه بحب البيوكي. طيب الله معه، مع السلامة. هلا منحط السماعة. تعريف بشهر زمان تعلمت شغل السكرتارية. برافو عليك شاطر. خاطرك. الله معك. لحظة رن التليفون، تعال شوفني كيف عم بحكي. شفتك. السلام عليكم. الو مكتب تحسين العقارات، مين اللي عم يحكي؟ افتح الباب. افتح. وليش بدي افتح الباب؟ افتح. شلون انا بدي ادخل لجوا؟ وليش انت بدك تدخل لجوا؟ لك انا شوفير عند البيك. بعتذر مالي شايفك قبل هالمرة، والبيك نبه علي بعدها بفوت على الفيلا بغيابه. البيك لاحقني هو والعيلة. بس يجي البيك هو بفوتك، انا ما عندي صلاحية. لا اله الا الله. ولك هلا انت جديد هون؟ جديد؟ انت الجديد. فهمت ولا فاهمك؟ لا اله الا الله. ولك يا اخي فهم علي، فهم
معي اغراض موصيتني عليهم الست. ها الاغراض اذا بدك بستلمهم، بس لا انت ولا عربيتك مش معكم تدخلون. هو علينا ولك معي العشي، معي العشي بدي يلحق الطبخ. وينو العشي؟ شحني. اهلين سهلين، تفضل. شرفت بقى، شرف، افتح لي هالباب. اخي هو متفضل، انت ما بتفضل. والاغراض هدول مين بده يدعونا جوا؟ انا بعاونك فيهم، شري. يلا. لحظة، اجت سيارة المعلم. طالي لقدام، طلع. طلع لقدام، قربي. احترامي مدام. اهلين سيدي. ابو نوار اهلينا. لك اهلين حبيباتي، اهلا وسهلا فيكم. ليش واقف هون؟ انت ما تفوت لجوا. سيدي ما عم يخليني ادخل، قال حضرتك منبه عليه ما يدخل حدا بغيابك. اي ما عليه شيء لانه ما بيعرفك لسه. سيدي انا قلت له انه العشي بيقدر يتفضل يدخل، بس هو ما لي شايفه مع حضرتك قبل هلا. وظفناه جديد، ما عليه شيء خليه يدخل. معلش خلص صار معك بظبط، روح جيب لي السيارة وتعال إلا ما. سيدي تأخرتوا عن تلمكم اليوم، عم غلي قلبنا عليكم. الولاد تأخروا بالمدرسة. يلا عمو غوار تعالعبنا. عمو غوار هلأ مو فاضيكم. ماما شو ماما؟ هلأ بكم تتغدوا بعدين بتناموا شوي بعدين بلعبكم. هلأ مثل ما عم تقول ماما أحسن. يلا سيدي تفضلي، الفيلا جاهزة. يلا كثير مبين عليها. ما في منها النورة. حبيباتي هلا اطلعوا ارتاحوا وعشية بنعرفكم. ايه بحبوها الصغار، ما صدقوا ايمت صار الخميس ليشوفوا عمو غوار. بحبوه أكتر مني، ليش ما عم اعرف؟ طبعا لانه بيلعبهم. ضني لانه بيلعبهم. كل ما ننزل بيسالوني ايمتى الخميس مامي. الو. اهلين تحسين. اهلا. وين؟ بأنه منطقة؟ أيوة. طيب ما بيحسن يستنى للسبت؟ بخيلك. إيه يلا جيبه بكرة وتعال عندي، يعني حوالي 9:30. ماشي حال، عم بستناكم. خبري عدنان وجيبه معك الله يرضى عليك. يا بوي. مع السلامة. مو على بالي الخميس والجمعة إلي وللولاد وما في شغل. الرجال بده يسافر وباينتا شروي لهطة لهون. لحقتنا اللهطات شغلتنا للساعة. بتكوني نايمة حضرتك؟ اصبح بكرة تركني نايمة لتخلص شغلك. حسن حسن زرع مستل عيط عيطة قد الحيطة ايد مين فوق؟ ايد ايد ماجي صح. انزيلك. يلا
حسن حسن زارع بستون عيط عيطة قد الحيطة ايد مين فوق ايد عمو غوار لا ما حزنت زين يلا واحد اثنين ثلاثة حسن حسن زارع بستون عيط عيطة قد الحيطة ايد مين فوق تفضلي مدام حطيتي لها سكر؟ لا بعرف انه حضرتك بتحبيها بلا سكر ضني قلت لك اني بحب القهوه ساده تفضل سيدي بتعرفي يا ام العز لازم بهالايام ما نتعبها لنورة هي ما بتقبل الا تعاون المهم تكونوا حضرتكم مبسوطين قصده لانك حامل والتعب ما بيواتيكي بعدين العشي موجود نورة اتركي من ايدك وروحي ارتاحي باوضتك نحنا ما بدنا شيء غوار عم يكفي ووفي مدام انا بتسلى بالشغل بعدين شو هالشغل يعني ما بتقبل تأمروا شيء تاني سلامتك بالاذن ليك 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 شو عم تضحكوا له شوي تانية رح اضحك انا قولك ما نام ونص ساعه بعد الغداء وركيد عمو غوار لعبنا يحبوه حسن حسن زارع بستون عيط عيطة قد الحيطة ايد مين فوق ما حدا صح؟ صح زليها حسن حسن زارع بستون عيط عيطة قد الحيطة ايد مين فوق ايد ماجد صح؟ صح زي واحد اثنين ثلاثة عايز على السرعة عيط عيط قد الحيطة ايد هلا طول النهار عم بيخفي بهالسيارة رايح جاي رايح جاي لا والأنكا وظف سكرتير سكرتير ولا سكرتيرة سكرتير كله ولا يوظف سكرتيرة ابن عمي نعم هلا بصير سكرتيرة رجال وليش ما بيصير؟ حزري مين وظف؟ أبو عنتر يو هذا البلوي؟ ما غيره وديش عم يعطيه معاش؟ شو بيعرفني؟ قال عم بيعطيه أجرته من حصته ما عم بيعيده على المحل صرنا 3 شهور على 200-250 وديش كان يطالع المحل بالأول؟ لكن كانت حصتنا 150-170-200 على قولك إذا 200-250 امني اكتر من الاول ايه اسميهم عتنين يلي حارق قلبي منين عم يجيب مصروف وبنزين للسياره وجده الغضب ابو عنتر وحق الافوكا لا يكون من لا تقليل ال 500 حطه عصا السياره والله ما بعرف ابن اختك وانت اعرف فيه لا يكون عم يسرق لا تقوله من المحل لك اشوفي بالمحل يسرق بيكون صاطيله على بنك اللي ما بنقدر نحكي هم ابن اختي وهم جوز بنتي سلموا للديان قال ابو ابراهيم بتريد حضرتك بيض مع الفطور ما هو راح يساوي فول عم يعمل فول نعرف انك بتحب تفطر فول نهار الجمعه اصبح بلا البيض حاضر خلص القهوه ايه خالص يسلموا للديان صحتين مشروح تكرم عينا هلا بروح بجيب لها لا تعذب حالك هلا بدق لعدنان بيطالع لنا معه
يا سيدي لا تدق ولا تدقدق، بركي تأخر، الضيعة فشخة من هون. نورا؟ نعم. الله يرضى عليكي. تعي كملي فرم هالبقدونس وبعدين اعصري ليمونة. حاضر. سريعة في فرم البقدونس، كتير شاطرة في فرم البقدونس انت يا نورة. شكرا. بدك مساعدة شي؟ قطع لك البندورة ولا اعصر لك الليمونة؟ يسلم. اي شي بيلزمك قليلي. ما لازمنا غير رضاكم يا بيك. ولو ولو يا نورة، اذا بدك الحقيقة انا اللي لازمني رضاك. يا بيك حرام عليك يا بيك. أنا تحسين. شو يا تحسين؟ أنا السيد تحسين. عفوا، أهلين سيد تحسين. بيك جوا؟ إي نعم، عم يستناك هو وعدنان بيك. عدنان وصل؟ عدنان بيك وصل من شي 5 دقائق تقريبا. افتح لي الباب لشوف. يلا، شرفوا سيدي. لك مو هذا الباب، باب الفيلا. هو ممنوع السيارات تدخل لجوا، بس أنت شنك صاحبي رح أدخلك. طالع إلا. أهلين بصديقي سيد تحسين بيك كمان. تفضلوا تفضلوا شرفوا. شكرا على تفضلوا شرفوا. أهلين تحسين. طب شو حكينا نحن؟ عفوا أهلين سيد تحسين. تفضلوا شرف. والله ما حدا بيقوم. تفضل. اهلين تحسين. احترامي ابو العز بيك. اهلا وسهلا. احترامي عدنان بيك. اهلا اهلا تحسين. شرفوا عدو. حضرته صاحب الارض ابو مروان. اهلين، تشرفنا والله. الله يزيدك شرف. يلا شو بتحبوا تشربوا؟ ما بدنا غير سلامة البيت. لا شو الحكي، نحن ما اجلنا طلباتنا مشانكم انتم عم نستناكم. شو بتحبوا تشربوا؟ شوفوا البيك شو بيشرب. لا والله ما بصير. ابو مروان شو بتشرب؟ والله القهوتي بدون سكر. بدون سكر؟ ايه. أنا بدي قهوة سكر دايت. على عيني. عدنان بيك شو بتحب تشرب؟ باخذ قهوة وسط. وسط على راسي. البيك. والله طالما كلهم قهوة فأنا قهوة. على عيني. ما سألت البيك شلون بيشرب قهوته؟ تعلم لك يا ابني تعلم. بالنسبة لنا قهوة البيك صارت معروفة، بيشربها سكر وسط. برافو عليك يا غوار. ما قلت لي شلون رضى البيك عليك؟ والله ما بعرف، سأله إذا كان رضيان علينا ولا لا. ممتاز. هذا كله مشان الله يبيض وشي قدامه. أمين وخدوم وشغيل. من ناحية الشغل حمار شغل. سيدي يا ريت يا ريت تكون حمار. لا حمار، أنا بعرفك. من ناحية الشغل أبو العز بيك حمار. حمار رسمي. الله الله يجل مقدارك يا سيد تحسين. عن إذنكم. هاتي عليك حبيبتي، انا باخذه. انا بوديه. روح انت المدام بدي اياك. لحظه ابولي يا حبيبي. لك روح. لحظه بوسي من امولي ومن ام امولي. حبيبتي في عندك قهوه 1 بدون سكر و2 سكر وسط و1 سكر دايت. على راسي. لك تقفشوني قفش انتو التنتين يا رب. اهلا وسهلا. من مأهل. اي والله شنو انا مشتاق للمي ولهالوش الحلو. تسلم. بدنا اياها تلاد وتقوم بالسلامه بقى لنشوف شو بدها تجيب لنا. يلا ها قربت.
ما قلتي لي شلون رضا المدام عليك؟ شلون؟ الحمد لله. فايت المدام؟ نعم، وقلت لها انه حضرتك افطرت، هي حتفطر على البلكون عبال ما تخلص مع الضيوف. نحن شغلتنا مع البيك خمس دقايق، انكترت انكترت نص ساعه الزمان يعني. الاولاد لساتهم نايمين؟ بعضهم غاطين، طليت عليهم من شوي. طبعا قد ما هلكهم غوار باللعب امبارح. تأمروا شي؟ سلامتك. نوران؟ نعم. الله يرضى عليكي. قولي لهم يساووا لي نسكافيه مع الحليب عواض القهوه. حاضر. جايب معك الخريطه وراء الملكيه؟ جاهزين. عم يقول لي انه ارضه 70 دنم. حكيته بالسعر؟ لا ما حكينا. قلت له انه السوق دائر. يعني لا في مين عم يبيع ولا في مين عم يشتري. استعجلوا على البرزه وتركوا كل شيء بارضه. تركي امي، تركي من ايديك، هلا هن بيجوا بيقيموه. لك امي اذا ما قمتن انا ما حدا بيقيمون، بيضلوا لعنا بكره على الطاوله. منيحك لبسي؟ وين الاشار؟ لشو الاشار؟ اخي عم بيقول انه المطعم عتم وما حدا شايف حدا. يمين عظيم ما بخليك تروحي بلا اشار. شحو، معقول انت الثانيه؟ هلا مو هذا الفستان يلي رحتي فيه المره الماضيه؟ لا يلي قبله. روحي روحي غيري، ما بيصير يتكرر، روحي البسي الطقم الجديد. روحي امي، انا قلت لها تخبيه لمباركه ام فؤاد. وانا هلا عم قلها بدي اشتري لغيره. خلاص اخوكي قال البسي جديد، البسي جديد. امي اسمعي مني وامشي روحي معنا. لك امي عند خالك اسلالي، هلا بتوصلوني بطريقكم وبالرجعه بتمرقوا بتاخذوني. انا مو خرجي روحة مطاعين. هلا فهميني، يلي عم يروحوا احسن مني. لك حتى اختك مالي خاطر تروح، ما لازم تنتحى معك. حرام، اختي فطينه طوال النهار محبوسه بهالبيت. لك امي انت معزوم، انت ومرتك، شو اخذها لاختك؟ عدنان بيك قال لي العزيمه للعيله كلها، من شان هيك امي انا عم اقول لك امشي روحي معنا. انا ما رح اروح، كنت اقول لخالك يروح معكم، مو احسن ما تنتعلي ابو عنتر تحت باطك وتروح. امي لا تسعلي من حكي، يعني بصراحه بدي اقول لك بصراحه، خالي مو خرجه هي الاجواء المخمليه ابنه. يو لكان ابو عنتر خرجه؟ لا وكمان ابو عنتر مو خرجه. لكان ليش ناتعه؟ شنو امي لازم يضل تحت جناحي حتى ينصلح، اذا ما عملت هيك بيرجع على الحبس. اي يرجع ينباع بالعزا. اصلا انا ماني حابه قعدته معكم واختك موجوده. لا بقلي ولا القالب غالي؟ اثنين سوا. استعجليها لي يا ياسمين. عم تحط السلمكي. يو يعني انت ما حطيتي؟ انا حطيت بس يا دوب، مو مثلك عم بتصبغ وانمعت معه. بالله شو بونسوار. اهلين ابو عمتا. شلون عجبك لبسي؟ شي ظريف، منين دبرته؟ هذا اللي نايم انيا بالاوضة الليلة مو طالع. ها ايوه عارك يا هو ما رضي يرنيا، استنيته لحتى غفل واستعرته فوت. شو بالظاهر ما خلصوا؟ عم بيلبسوا. ها من لك هي القداحة القبها؟ الك هي؟ استعرتها من جاكيته. فوت 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 طريق. تغطوا اجي ابو عنتر. وضروري يفوت، خليه يستنى برا هالخمس دقايق. يا مو انا عم علمه التهذيب، وتركه برا تصرف غير مهذب. ما شفت تطليعاته لاختك؟ انا نبهت عليه انه ما يتطلع باختي تطليعات غير مهذبه. خلاص تفضل اخي ابو عنتر. ليش وين ليش وين برا؟ تفضل تفضل تفضل. يلا بونسوار ام تحسين. بونسوار. ها ايه انا جاهزه. بونسوار مطمازيل فطينه.
أهلين سيد أبو عنتر. أخي لأنه مطعم رايحين؟ عمطعم نايت كلاب أعلي. مالي سمعان بهالمطعم؟ هذا برات الحارة أخي. يا ميت أهلين وسهلين بأم تحسين. أهلين فيكي. ليش معزبي حالي؟ ما في عذاب ولا شيء. عشاء ما رضيت تتعشي، أقل من كاسة شاي. أختي اسمعي مني، خليها تحط لك لقمة عشاء. إي بالله. صدقوني مالي حسنانة، حاكي متغدينا متأخرين. هلا معقول تضلي بلا عشاء؟ لك أخي لو بنفسي كنت رحت معهم هالمطعم. أختي عيوني، في بحصة بجوزة حلقي رح تخنقني وبدي بقى. بقى أخي بقى. تحسين مين عم يجيب مصروف المطاعم؟ مو هو العازم، رفيقه عدنان اللي عازمه. عدنان؟ مين هذا عدنان؟ أول مرة بسمع فيه. والله ما بعرف، إجا مرة لعنا تعشى هو ومرته. تفضل. يزيد فضلك، بس باينته أكابر. بس اللي بدي عاشر أكابر بدي يكون أدحمله، وهالمواضيع دين وفا، فمنله تحسين ليوفي، ومنله مصروف السيارات والمطاعم، والتليفون صار بخط. إيه قال عدنان ركب له خط. بلاش؟ يو في شي ببلاش لك أخي؟ كلفوا 5000 ورقة. 5000 ليرة؟ والمحل ما عم يطالع 300؟ دينوا من عدنان. والله يا أخي تحسين كثير صاير عم يتدين. وليمتى أخرت الدين هاد؟ إيمتى بدي يوفي؟ إيه أنا عم أطق مية راسي، وأنا واقف ورا صحن الحمص طوال النهار، ويا دوب طالع مصروف البيت. إيمونا من هالسيرة بقى، والشي بالشي يسكر. تفضلي. يعني ولو قدام أخوكي مو غريب، صار شي مع ياسمين؟ لهلا مو باين شي. ليكونوا عم بيعملوا عوقة. أعوذ بالله، أنا ما بخليهم بيعملوا عوقة وقت بيكون عندهم 3-4 أولاد. إيه؟ لسه أول ولد ما بشر، ما بدعوا ابنه. يب ما بيجوز. قديش تقمو؟ قد ما بيطلع من خاطرك. ليش مو على العداد؟ مالي؟ يعني قديش طلع خاطر العداد؟ ولا لا خليك مستني، بجوز يلزم نقله للمستشفى. تفضلي. شرفي. إذا بدك تاخذها للمستشفى ليش جبتني؟ إن شاء الله ما بنحتاج، بس عم قول يعني إذا لزم. أنا بقرر إذا بيلزم. والله طقر الحياة من رجال هالأيام، بدهن رجال يكشفوا على حريمهم. طولي بالك، تفضلي تفضلي، مو هيك القصد يعني. شرفي بس. فيلا ما شاء الله. شرف خزيت العين، الله يرزقكم أكثر وأكثر. والآية إن شاء الله. تفضل. جينا جينا. هون ساكنين؟ اي نعم. تاركين الصدر وساكنين بالعتبة؟ صدر مو إلنا. تفضل تفضل. حبيبتي نورة، اجت الداير شحة. هي هي المطلقة؟ شايفة شي مثل أغيرها بهالأوضة. مرتك؟ نعم. أعطيني دفتر العائلة. تفضلي. دخيلك يا خالتي. طولي بالك، في إجراءات، لأنه إذا مو بالحلال ما بمد إيدي. شو اسمك؟ نورة. وانت؟ انا غوار. امسك. كل قديش عم تجيك المقصة؟ كانت كل نص ساعة. هلا ما عم بتفرقني. معناها قربت. سخن المي. اوام اوام. يلا يلا اوام. هذا انه شهر؟ نص التاسع. حاسبة مزبوط؟ ايه. هي اول ولادة؟ واخر ولادة. ايه كلكم بتقولوا هيك، بعدين بتبصوا وعر اولاد. دخيلك. شرشف مبلول، امتى طقت مية الراس؟ قبل ما تجي بشوية. وين المي؟ بالي جاهزة. يلا يلا شحني. تفضلي هاي المي. موجوعة كثير حبيبتي. ولادة هي.
لو الواحد بيعرف قديش بتتعذب الام بالولاده لكان باس التراب اللي بتمشي عليه. هذا ناهيك عن الحمل 9 أشهر شو تعذبت؟ قولوا لحالكم كبسي لك بنتي. ساعدك بشي؟ لا اطلع لبرا انت خلص شغلها. تفضلي هي هي الطاقية وهي الانداءة واللفة وهذا الحزام وهي المنشفة. اطلع لبرا. حاضر اذا كان لزمك اي شيء انا ورا الباب. انت اطلع لبرا وانت كبسي. أعلم بحالي يا ربي تجبر بخاطري بنت دخلكم. كبسي لك بنتي كبسي يا ربي دخيلك بنت صبي ما بتفرق بس تقوم نورا بالسلامة يا رب. بس إذا بنت بيكون أحسن يعني. شكرا لك يا ربي كتر خيرك يا ربي انت يا جبار خاطر. استنى ولا امشي. قديش تأمر؟ مع الانتظار صاروا 7 ليرات. تفضل هي 10 ليرات رجع لي بس ليرتين خلي معك ليرة حلوان للمولود. كثير فرحان بالمولود؟ في أحلى من الواحد يصير أب يعني. بكرة بتندم يضربوا الأولاد وساعتهم هم مسهرني لهلا ورا الدركسيون. خاطرك. الله معك تفضل. يسلم اليدين. مبارك ما اجاك. بنت ولا صبي؟ بنت. شو بدك تعمل؟ امرك لله. شكرا لك يا ربي خيرك طوفني على مطعمتني. شكرا لك مدام. مدام؟ مدام بعينك بعدني انسه بولد كل العالم بس ما اجى النصيب لولد حالي. الله كريم على كل حال يمكن ما اجى لسه اللي بيستحقك. وانا هيك عم بقول. حاطين لها اسم؟ نعم سميناها أمل. تعطيني اياها شوي اطلع شممها الهواء بهالجنينة. شو انت مجنون؟ بتختني؟ ايوه لا ما بدنا اياها تختني. لا يا نورا نورا حبيبتي قومي قومي شوفي اجت أمولة قومي. اتركها نايمة وقيم هالطشط من خلقتي وحط الخلاص بكيس نايله وطمه بشي قرني. حاضر. مو تكبه بالنهار طمه حتى ما يصير تلوث بيئي. حاضر حبيبتي أمولة سطحي جنب ما بعمل ماجي يمشني يا رب. خبز لهون يا معلم. اكرم عينك على راسي تفضل. عليك سلام يا معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف لنا هالعنوان لو سمحت؟ قالوا لنا عند مطعم الخال. ايه على راسي تكرم عينك. شوف اخي. نعم. تاني باب على يدك اليمين. مشكور خال. اهلا وسهلا. صف السيارة. زي قسام بيت شحو. مرحبا اخي. اهلا وسهلا. جاهز النقلة؟ جاهزين. تفضلوا. خدنا طريق. شرفوا. الحريم مغطاية والطريق سالكة وامنة. يلا يلا يا كريم. شو جاب؟ شامم ريحة نقلة؟ ايه والله بعنا. امتى؟ من 2 3 وصار لازم نسلم البيت للشرة. ايوه
وعن طريق مين تمت البيعه؟ عن طريق واحد دلال من برات الحاره. لا يا جار، لا، الله اوصى بالجار، يعني العموله اللي طلعت له كنا انتفعنا فيها احنا. على كل حصتك محفوظه. انه محفوظه يا جار، يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب. اسال صهرك ليش البيعه تمت عن طريقه. هيك شيء. ومين اشترى؟ صاحب النصيب. لا يا جار، لا، معقول يكون في اسرار بيناتنا؟ لازم نعرف الجار الجديد. نحن قضينا ومضينا مع عدنان بيك، بس الشرة واحد مقتدر اسمه ابو العز، وعدنان بيك مدير اعماله. ايوه عدنان بيك صاروا شارين كتير، بس مو للسكن، عم يقولوا بدهم يساووا منتجع سياحي. وكله باع عن طريق صهري؟ بس على 2.5%، ها مو 5. ايوه 2.5%. محفور الاسم عليها أمل. هاي ذهبها 21 قيراط. ها بس ما عرفنا صبي لما بنات. لا بنت إن شاء الله. ضني اسمها أمل. لا وهي السنسلة تبعها، بس تكبر بتعلقي لها إياها برقبتها. هلا هي خليها مشكولة بأواعية، حتى ما تلف السنسلة على رقبتها هي ونايمة بتقوم تختنق. اسمعي شو عم تحكي المدام حبيبتي. مبروكي. شكرا. شكرا مدام، كتر خيركم والله يخليكم ويدومكم فوق روسنا ان شاء الله. خليكي مسطحه شي اسبوع لانك نفسها. اليوم ستي قامت بدها تشتغل، قمت انا ما خليتها. لا ما بيسوى مشان ظهرك. ها لاحقه على الشغل، ارتاحي لك كم يوم. سمعتي حبيبتي؟ اسمعي كلام معلمك. حلوه كثير هالبنوته، ابصر لمين طالعه. إيه لمين طالعة؟ طالعة لأمها. عن إذنكم عم غوار، تفضل. شو هي حبيبي؟ قالت تصوير هدية لأمل. حبيبي أمل لسه ما بتعرف تصور. إيه أنت صورها. شكرا عمو، كتر خيركم. عم أقول لحالي ليش كنت راكد على ورقة الهدية؟ هي الآلة تبعها. لا هيك ما بصير لك، خليها لك حبيبي. لا لا لا، هاي في عندها 2-3 جدان طيعت اتو كان بده يكبها. لا ماما هي اجلد وحده. والمي بتعمل السيارة بالتنكه؟ تمعس هاد التنكه إذا بدك لجربها قدامك. بوصد كم كيلو؟ تقيلة. ها شو وزني تقيلة. ها وبس تتعلم السواقة بدي أخدك فيها دورة. ليش علمك تحسين بيك للسواقة؟ ما بدها تعليمي، ما بدها، على هيك وهيك ودج خبطة، وعلى هيك وهيك وعلى كام دج خبطة بصير خلنج. بصير خلنج؟ ايه. تحسين وينه؟ شحوك بالمكتب. ولك تحسين؟ مين خالي؟ اهلين وسهلين بنور عيني. بدي اسألك سؤال. لك خالي بس ما رديت الاهلين يعني؟ ما بدي رد. طيب شو بك خالي هيك؟ شايفك يعني مو على بعضك. منين عم تجيب كل هالمصاري لحتى تصرف كل هالصرف؟ يا حسرة، انو صرف خالي؟ سودة السيارة والبنزين والمطاعم والاواعي وغيره وغيراته، من اين لك هذا؟ ويرزقكم الله من حيث لا تعلمون. انا خايف يكون
ويرزقكم الله من حيث تعلمون. لا لا تكفر يا سيد. هلا صرت سيد؟ ما لي شريكك ولا خالك ولا عمك أبو مرتان؟ بالشغل ما في قربة، الشغل لحال والصلات العائلية لحال. طالما هيك ورجيني دفتر الدكان لشوف. على عيني. أساساً أنا دائماً كنت لك خش شوف الدفاتر، أنت ما ترضى. هاي أنا والدفتر تحت أمرك، تفضل. هذا وقت كان في ثقة. زين كلامك إذا بتريد. وين مسجل البيوت اللي بايعها؟ مو مسجلة. وليش بقى؟ لأنه هاي ما لها علاقة بالشركة بيني وبينك، هذا شغل خاص. شغل خاص ولك تحسين؟ اي نعم، وخارج أوقات الدوام وبمجهودي الشخصي. طيب وليش ما بتفتح محل لوحدك؟ أساساً بصراحة أنا عم فكر أعمل هيك. عم بتفكر تعمل هيك لك حرامي؟ لا، احفظ كلامك يا سيد. رجعي إلي يا سيد. طيب احفظ كلامك يا شريكي. كمان مالي شريكك بنوب. طيب احفظ كلامك يا خالي. وانا مالي خالك، اصلا ما بيشرفنا واحد من امثالك يكون من صلبنا. طيب احفظ كلامك يا عمي. ولا بيشرفني يكون عمك ابو مرتك. اصبح هيك حيرتنا، اصبح نرجع للاولاني. احفظ كلامك يا سيد. ومولا ومن اللي منهم؟ لا هي شغلة ولا بقى بدها رجال. أنا شريكك بالنص وما بحق لك تقلعني، أنا هلا قاعد بنصي، إذا بتريد خليك بنصها. بدها رجال ما؟ وصار لك لسان بتحكي لك نص نصيص؟ بدي أحسب الله ما خلق كوني. السلطان بيضرب بسيفه. ولك هذا الجربان صار سلطان اصلا كل عطله منك ومن الخطب الثاني. لا تنزعها الله يرضى عليك خان. لهلا ما انتزعت؟ ولك انت قوبة حبوس قوبة صائية، اطلع جاي لبرا ولك اطلع. هيك شاطي وشامم ريحة شوي. وانا كمان شامم ريحة شوي. بعدين انتو اهل وجيران، يا حلو الجيران يسمعوا صوتكم والقرايب عم يتخانوا مع بعضو. لك يا خال وها نعم. المهم ما الذي بدأ العراك؟ أنا حيث أنه من طلعان خلقي هجمت عليه وضربته؟ كلا، لم أستطع أن أسنى وله، لأنه في هذه اللحظة تدخل أبو عنترون ومنعني من أن أسنى وله فسناولني. ما الذي سناولك؟ أبو عنتر ولا تحسين؟ أبو عنترون. الله يسناوله حمى طقطع بدنه. سمعينا يا خانو. ايه وبعد ذلك؟ ثم نزل فيها ضربا مبرحا وغبت عن الوعي. ان شاء الله ان شاء الله يغيب عن الدنيا. سمعينا يا خانو. نعم. ولم استيقظ الا ووجدت نفسي هنا. هل شارك تحسين بضربك؟ كلا، لان ابو عنتر كان مكفيا وموفيا، ولكنه عندما تدخل خبط في الحائط وسقط على الارض، ومن ثم اختبأ وراء الطاولة. إلهي تجيك خبطة يا أبو عنتر. سمعينا، تريد تزيد شيء على أقوالك؟ كلا. تقدر تمضي؟ بقدر الحمد لله، اليشمال واليمين. إن شاء الله بتكسروا إيديه التنتين. سمعينا هلا.
امضي. بسم الله عليك. بسم الله. وهي مضينا. اخ اخ اخ. وهلا وين اللي ما بنذكر اسمه؟ موقوف النظارة. موقوف؟ يعني ما بدكم تحبسوه؟ والله على هو التقرير الطبي بتتحدد محكوميته. ان شاء الله بتختخ بالحبوس مثل ما تختخ الرجال. يلا سلامتك ان شاء الله. الله يسلمك خالي. سلامتك يا بي. هليل يا بنتي. ري على قلبي يا بي. سلامة قلبك يا بنتي. أمي عن حقها شو صار؟ تخانق هو وجوزك. كنا أنا وفطينة عند الخياطة، رجعنا لقينا الحارة مطبولة وتحسين ملقح بالبيت، تركت وإجيت ركض. كانت باطلة ومحولة هالجوازة. هذا اللي طلع لنا من تحسين، كسر بالإيد وأربع قطب بالرأس. تحسين عمل فيه هيك؟ لا، أبو عنتر اللي يتناوله. هلأ أنا معقولة كون وضيع وقليل ترباية وقليل وفا لهالدرجة لحتى أسناول خالي؟ وليش أسناوله؟ لأنه خالي كان بده يسناولني، قام إجا أبو عنتر ودخل بيناتنا وسناوله. هلأ ما عم بسمع غير سناولني وسناولته وسناوله. إيش سبب هالمناولة كلها؟ لأنه تخانقت أنا وخالي. فهمنا، ما اختلفنا، بس شو سبب الخناقة؟ تناولي صحيح تقبرني، شو سبب الخناقة؟ طمع خالك، طمع خالك بده يقاسمني على شغلي الإضافي. لك أمي مو شريكة. ايه شريكي بالمكتب، بس هذا الشغل برات المكتب. معناتها الحق على خاله. طبعا. وين ياسمين؟ ما اجت من عند الخياطة؟ لما دريت طبشت الباب وراها وراحت على المستشفى تشق على أبوها. ولي على مصيبتي، ويلي ابني ويلي أخي، وأنا ويلي أخي ويلي خالي. وأنت الثاني ليش ما دخلت بيناتهم لحتى تحامي عن خالك؟ لأنه أبو عنتر دخل بيناتنا لحتى يحامي عني. وخالي مدوك كتير، أهل كسر وفج. تقبريني أمي، ديري بالك على أخوكي، رح أفتف رجلي على المستشفى شق على خالك. يا مو أمانة سلمي لي على خالي، وقولي له انه قلبي غليان عليه كتير.